وأستأذن يا فندم بعد إذن حضرتك في إزاحة الستار في مواقع المشروعات المقرر افتتاحها بالفيديو كونفرنس. مجمع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبرية. يقوم بالافتتاح طبيب بيطري محمد علي عبد الفتاح مدير المجمع، والملازم أول خالد عبد المجيد عوض المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ مجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم. طبيب بيطري إسلام حمدي نصر مدير المجمع، والرائد محمد فتحي أحمد التهامي المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. مجمع إنتاج الألبان رقم 1 بالنوبرية. طبيب بيطري خالد محمد عبد العليم مدير المجمع، والنقيب جورج صبري سوريال المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر، المهندس محمد عبد العزيز عبد النبي مدير المصنع، والنقيب أمجد علاء الدين سعيد المشرف على المشروع. هيا عامل يا فندم. شكرا. مصنع إنتاج الرخام والجرانيت بالعين السخنة، المهندس أمين محمود وهيب مدير المصنع، والملازم أول أحمد طارق إبراهيم المشرف على المشروع.
أي أمر يا فندم.